نانديني في صارت الساعة 6 الصبح، اجا وقت تقرر. خلص وقتك ماشي، انت ما راح تردي. يا ربي فكرت انه ماني كان هون. يا ربي انا كتير خايفه، بترجاك ساعدني يا رب. لازم تروحوا تعمل هرولة، لازم تعمل رياضة. بتعرف شو قال السيد كولكارني؟ إذا كان زوجك عنده كرش فهو بأي شهر بيكون؟ كنتي عم تطلعي عليه؟ أنت محرومة من الأكل لحتى تهرول، رجاءً روح. يلا راية. يلا مورتي، روح هرول. امتى رح يصير عندي سيارة كبيرة مثل هي يا ترى؟ سيد مورتي. أنا مورتي. مين أنت؟ وليش أنت هون؟ والأهم كيف أنت بتعرف اسمي؟ قل لي. أنا آسف. آسف. بصراحة فكرتك تعرفني من قبل، بس شكلك ما تذكرتني. على كل حال، أنا ماني. ماني؟ رفيق نانديني، ولا مرة حكيت لك عني؟ ناندو؟ لا ما حكيت لي بنوب. مو مشكلة، أنا بتذكر نانديني كتير بتحكي عنك. وأخيراً شرفت بشوفتك. الشرف لإلي. عن جد الشرف لإلي. حبيبتي سانو، وينك أنتي؟ تفضل 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 هون سانو. شوفي رجعت بعد 5 دقايق. شوفي مين زايرنا. شوفي اسمه ماني، هو رفيق لناندو. مرحبا. أهلين فيك. صحيح خالتي، أنا سمعت بتساوي كلاوي طيبة. عن جد؟ هدي شوي. في ضيف. دايما نانديني كانت تقول بالوقت يلي بدي زور في بيتكم بدي أكل كلاوي. وأنا ما رح أسمح لك تطلع من هون بدون ما أعمل لك إياها. هاي بالكتير بتاخد 20 دقيقة، رح أطبخها بسرعة. أكيد خالتي، هي خطة رائعة لآكل فيه الكلاوي في بيتكم. صح، نانديني وينها هلأ؟ نانديني نايمة. نايمة؟ مو صار الوقت لتروح على الصف؟ خالتي أنا عندي درس مهم، كمان جبت لها ملاحظات. بصراحة نانديني ما قالت لي عن هالشي، هي بتفي على 4 الصبح كل يوم. بس أيوة امبارح هي تأخرت بعد ما كانت بالحفلة. قلي انت رحت على الحفلة؟ الحفلة تذكرت كان في حفلة، بس هذا مو جوي أبدا. بصراحة أنا فضل الدراسة عن الحفلات. حلو. وهلأ عنا كتير دراسة، وبفضل إنه أكتب الملاحظات وجهزهم. هالشاب كتير حلو وسيارته حلوة كتير. رجاء اقعد، أنا رح ساوي الكلاوي من شانك وبسرعة، وبعدين نانديني رح تفيق. ناندو تعالي لهون بسرعة. تفضل اقعد رح يلا. أرجع. ايه استريح استريح. شو هي آخر خالي؟ أنت كنت ناوي تروح وتعمل رياضة. ايه خالتي. صح 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 صح. شكرا لإلك يا سانو، رح أرجع بعد الهرولة، ما بطول 10 دقايق. حبيبي خذ راحتك. انا راجع. اكيد ما بطول. يلا نانديني. نانديني نانديني. روح بعيد انت كابوس. في يا نانديني. حلم سئ.
تسوي هون بغرفتي؟ خالي وخالتي هلا بيشوفوك. اسمع تعا معي. انت شو عم تساوي هون؟ نانديني، الساعة 6 ما فقتي فأنا أجيت. اقري. شو هاد؟ هاد هو عقدنا. تتخيلي؟ خليت المحامي يكتب لي هالعقد الساعة 3 الصبح. عقد؟ عقد شو هاد؟ تعرفي؟ أنا ما بحب يكون في ثغرات. بتمنى يكون عقدنا قانوني تماماً، مو أكتر. أي اتفاق؟ شو نسيتي؟ وأنت عم تشربي؟ الاتفاق يلي ممكن يساعد عيلتك، وبنفس الوقت أنت رح تكوني البنت تبعي. بس أنا صح كتير، هذا العقد فيه كل التفاصيل، الضرر يلي سويتيه، شو الدفع مقابل هذا الضرر، وأهم شيء هي يلي هون، الدفع مقابل هذا الضرر يلي انت ساويتيه ما رح يكون بالمصاري، هو رح يكون بالدفع من خلال شغلك عندي. ايه هاد هو. مانو حلو؟ هاد كله جنان، انا ما بقبل. هاد مانو جنان، هاد اخر خيار. ها ماشي، رجاء قرر بسرعة قبل ما غير رأيي. أنت مجنون. عفواً؟ أنا مجنون؟ بصراحة معك حق، أنا مجنون. لأنه إذا في حدا من خدامي سبب لي ضرر ب25 مليون روبية، رح يضل 100 سنة لحتى يرد لي إياهن. بس أنت بدك، أنت مميزة، تعرفي؟ أنت بتختلفي عنهم، تعرفي ليه؟ لأنه عندك الشجاعة تتحديني وتتحدي الفاب فايف. مشان هالشي يمكن فيني أعطيكي فرصة كحد أدنى 100 يوم. 100 يوم، سمعتي شو عم أقول؟ ولا بعيد، يعني 25,000 باليوم الواحد. ما بظن تلاقي هيك أجر بشغل تاني. وعم تقولي إني مجنون؟ أنت مجنون. أنا بعمري ما رح كون خدامة إلك. لا. آخر كلام عندك؟ طيب حلو، معناها رح خلي خالك يعرف، وأنا رح وقف علاج أخوكي، وأمي رح تعرف وتقلعك من الجامعة، وبعدين رح تضطروا تحطوا بيتكم بالمزاد وينباع. آسف، بيت خالك ملك للشركة صح؟ بالأخير رح تضطروا تضبوا الشناتي وتستقروا بالريف عند بيت ستك. يا الله كيف نسيت؟ بيت ستك رح يكون منباع كمان صح؟ نانديني، كل العيلة لازم تدفع مقابل غلطتك. سيء كتير، ماشي رح خليهم يعرفوا. لحظة. لا ما لازم؟ معي الفاتورة الأصلية كمان، لازم أعطيها لخالد كمان. معك وقت، فكري بالموضوع ماشي؟ لحتى نرجع للجامعة وقعية ماشي؟ باي ناندو. يا الله نانديني، نانديني ردي علي. نانديني كيفك؟ ما بتتوقعي شو صار؟ شو صار؟ انت ما بتعرفي شو صار معي اليوم. انت ما بتعرفي شو صار لي اليوم. انت يلي ما بتعرفي شو صار معي اليوم، وانا ما بدي صدق. امان اسمعي شو صار لي. لحظة. شو صار؟ شو صار؟ شو الريحة هاي؟ كان معي وجع راس ثقيل كتير الصبح، وحطيت مسكن، اضطريت لدلك راسي لساعة كاملة، واستعملت أنينة كاملة من المسكن، وشكلي رح أخذ أنينة تانية كمان. لا شكرا. اسمعي بدي أتشكرك مرة تانية لأنك نقصتيني، شكرا إلك كتير. عادي. بتعرفي بدي خبرك بشي. مع ريحة؟
تماما. بتعرفي شو صار معي اليوم؟ اسمعيني اسمعيني، بتعرفي بشو انا حلمت اليوم؟ كنت ماشيه بطريق طويل وباص كان جاي باقصى سرعه وبدون فرامات، وفجاه شب بيجي على البسكليت وبيحملني وبيروح باقصى السرعه. بتعرفي مين بيطلع؟ احزري لشو؟ رانبير كابور؟ لا، ما كان رانبير كابور، هو كان الشاب اللي وصلني على السكن. وملحوظة كانت مثل الأبطال الخارقين، كان كتير حلو، بس ما فيني يتذكر إذا كان حلم أو صراحة كنت شربانة شوي شوي؟ يعني أكثر بشوي. هي مو غلطتي، شفت كل البنات عم يشربوا بهديك الحفلة. أصلاً كبير إجا وقال لي إنه الكل هيك بمومباي بيشرب، وحلمت إنه رحت على مومباي. هالشي كان حلم؟ أماني خبريني إذا كان حلم لمواقع. ما عم أفهم، أنتي الوحيدة اللي كنتي صاحية وقت الحفلة. أماني أماني خبريني. الحقيقة هو اسمه هارشاد. هارشاد؟ يا الله، هو اسمه كمان كتير حلو. اسمعيني، أنا بحس بشي كتير حلو وقت عم أقول اسمه. هلأ الحب ممكن يصير بهالسرعة؟ هل فيكي تتخيلي كيف كنا حنوصل على البيت بدون مساعدة هارشاد؟ ما كان في حدا ياخدنا، وتخيلي كمان ما كان في ولا وسيلة نقل ترجعنا على البيت. كنا رح نتبهدل لو ما أجا هارشاد بآخر لحظة. حتى إذا انتبهتي ما كان في تكاسي. آسفة، تعرفي الله عاقبني مشان اللي ساويته بوجع الراس طول الليل. عم فكر إنه لو أنا كنت صاحية كنت تركت أثر حلو عنده. على كل حال قليلي انتي شو صار معك؟ هي القطعة يا شاطرة، حقها بالسوق حوالي 25 مليون روبيه. فرح اشرح لك، فرح تصيري تردي علي دائما إذا قلت لك اقعدي بتقعدي، عم تفهمي؟ باختصار انتي رح تصيري خدامة. ما صار شي مشوق ابدا. شفتي؟ قلت لك إنه قصتي مشوقة أكثر. يلا امشي رح نتأخر. يلا يلا. ما في حدا هون؟ معقول يكونوا ثميلين؟ اسمها ثميلين. ثميلين ثميلين. ايه ثميلين. شو صاير؟ في شي غلط؟ ماني عم يخطط لأشي. سونان خلينا نروح. واو هو وصل. يلا يلا. وصل؟ وصل؟ بعمري ما شفت عازف مثل هذا الشاب. هذا الأفضل، ومن فترة قصيرة كان عنده مسابقة وشارك فيها. هو مو بس ليشارك، هو راح ليربح لأنه متعود على الربح. ما بيكفي ربح قلبي، بشكله الحلو كمان. يا وش قلبي ما أحلى، مو بس حلو كتير حساس. هذا اللي قلت لك عنه. صبايا نحن تمام، شكرا كثير لمساعدتك. ولا يهمك، ما في شكر بين الرفقات صحيح؟ شو كيفك؟ أنت منيحة؟ شكراً لك. لا تخجلي، بظن كنت شربانة صح؟
هي أول مرة. عفوا؟ هي أول مرة. أنت ظريفة. على كل حال المرة الجاية لازم تكوني محافظة أكثر، صح؟ ما بعرف إنك عم تدرس بهي الجامعة. هي لكن رح تساعد هدول البنات. شي حلو. أنا مبسوطة لأنك لقيت رفقات بحالتك. عن جد؟ عن جد هالشي عم يضايقك؟ لا، أنا بطلت اتضايق من هالشي من زمان كتير، وبطلت اهتم فيك كلك على بعضك. بتعرف؟ أنا ما بتذكرك حتى. عن جد؟ أنت معك حق، لأنه هاد مخك الصغير كتير بيبيع كتير من الأشياء، صح؟ صح؟ شو بتسميها؟ يوم جديد؟ حريم جديد؟ مو صحيح؟ ايه انت مزعوج؟ يا فاشل. بتعرفي الناس اللي بتكون مكروهة ما حدا بيهتم فيهم، وانت هيك. إيديكي لساتو ناعمين، بس بتمنى يكون قلبك بعده هيك. بتحب تعلق مع البنات؟ كون رجال وتعا خاني. أنا بذكر آخر مرة تقابلنا فيها، وهي البنت طلعت أقوى منك رومن وشي. شو ما سمعت لتكون؟ أنت وحواراتها تعرف شو؟ مشكلتك انت تتباهى اكثر من اللازم. لا تضربه، عم يضربه على وشه، حرام وشه حلو ما بدي يتقلبه. ليش ما حدا عم يوقفه؟ هلأ رح ينقسى. ماني وهرشاد عم يتقاتلوا، وبس يتقاتلوا ما حدا يتدخل لأنه هيك أمان.